عندنا بقى في الاسئله السريعه دي حاجات لطيفه جدا، عندنا اختيارات هديكوا اختيارات، وعندنا انا مين يعني اقول لكم انا مين يعني كده وفي صح وغلط. خلاص اوكي حلو، نركز بقى مع بعض ونتشاور بسرعه جدا مين اللي هيجاوب، طبعا الاسرع يعني، بس مين اللي هيجاوب عشان ايه ما نخشش في الاجابه لعمر. ماشي. السؤال الاول هيروح لاسره عمر. اوكي، انا المعروف بفك رموز الهيروغليفيه المصريه. انا المعروف بفك مين المعروف بفك ديلي سيبس؟ ديلي سيبس؟ لا اختيارات فين؟ ما فيش دي انا مين؟ نابليون؟ لا نابليون لا. ايه لا لا كان ايه حجر ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ مين؟ مين؟ مش نابليون مين؟ اول هول؟ اقول اقول انا خسرتوا انتوا. فرانسوا شامبليون. شامبليون هو شامبليون. ماشي اوكي. السؤال الثاني، انا الدوله التي لديها اكبر عدد من الاهرامات في العالم. مصر. لا كده مش هيبقى السؤال سهل كده. انا هم انت اللي ما ينفعش ده دور السودان. برافو السودان فعلا الدوله اللي فيها اكبر عدد اهرامات في العالم. السؤال اللي جاي، انا الدوله التي استضافت اول كاس عالم لكره القدم. لا بقى لا لازم تقولي يا عمر. البرازيل. لا مش البرازيل، ايه كمان؟ قولي يا عمر. ارجنتين. جنبها جنبهم اورجواي. اورجواي برافو بابا شاطر. نايس اوكي. دي اقل حاجه عندي. ايوه قال لك اقل حاجه عندي. انا الدوله التي اقيمت بها اول العاب اولمبيه. دي اصلا العاب اولمبيه. اولمبيك جيمز. سيدني. 10 ثواني. سيدني. لا 9. يابان. 8. يابان. اليابان. 7. لا الصين. 6. لا 5. روسيا. 4. تقريبا. 3. مصر. 2. 1. اليونان. عادي. ماشي اوكي. ايوه صح. معلش كده هنا سقط سؤال وهنا سقط سؤال متعادلين. طيب اختاروا حد من عندكم بسرعه جدا يعمل مهمه جايه